اختار الإيرلنديون ممثليهم في البرلمان الأوروبي في 24 من مايو، وتجري هذه الانتخابات في هولندا في 23 منه، وفي لاتفيا وسلوفاكيا ومالطا في 25، في حين تجري الانتخابات في غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي في 26 من مايو. 373 مليون ناخب بلغوا 18 في غالبية البلدان، والسادسة عشرة في النمسا ومالطا، والسابعة عشرة في اليونان، ينتخبون ممثليهم الأوروبيين. ويحق لكل مواطن أوروبي الإدلاء بصوته في أي دولة عضو حتى لو لم يكن من مواطنيها. في انتخابات 2019 ستختار 23 دولة مرشحيها من لوائح وطنية، ما ينهي نظام الدوائر الإقليمية الذي يبقى حيز التنفيذ في بلجيكا وإيطاليا وبولندا وإيرلندا فقط. ينتخب النواب 705 لولاية من 5 سنوات في دورة واحدة وبحسب الحصص التناسبية. في غالبية الدول لا تفوز بمقاعد إلا اللوائح التي تجاوزت عدد معين من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وقد تم تحديد هذه العتبة ما بين 5 و1.8%. أكثر من 10 بلدان لم تحدد أي عتبة.